بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مش هعقب على الكلام الكتير والكبير والعظيم اللي شرحه دكتور مصطفى رئيس دولة رئيس مجلس الوزراء يعني، لكن أنا إن شاء الله خلال العروض القادمة يمكن هيكون لنا فرصة إن احنا نتكلم. أنا هيبقى عندي كلمة واحدة عايز أقولها للناس، كلمة واحدة، ده اللي احنا عملناه وعندكم فرصة للتغيير في الانتخابات اللي جاية. لا أنا بكلمكم بجد، في الانتخابات اللي جاية عندكم فرصة للتغيير. حد يقول كده؟ أنا بقول كده. الأمر كله لله، الأمر كله لله، اللي ليه حاجة هياخدها. احنا اللي قاله الدكتور مصطفى في كل فقرة من فقراته نقدر نخش على كل موضوع نتكلم ساعات ساعات في كل نقطة من النقاط اللي اتكلم فيها في التفاصيل دي كلها. أنا هقول واحدة فقط لقناة السويس، لأن الكلام ده كان بيتعمل وانت مش بس بتحارب إرهاب، انت عندك أبواق كذب وافتراء وشائعات شغالة تقدح في كل إجراء ومسار تعمله. أنت كمان مش محل تقدير من ناسك اللي أنت بتعمل لأجل خاطرهم أو لأجل خاطر ربنا وخاطرهم، لا ده كمان وأنت بتعمل كده بيتم الإساءة لك وللإساءة المسؤوليك، مش ليهم هم بس، هم وأسرهم. وأكن يعني ولكن لا بأس، لأن مفيش حاجة بتروح عند ربنا، كل كلمة كذب لها أجر، كل إساءة لها أجر. المسؤول اللي أسيء ليه أو تم عمل بهتان عليه ده مش هيمشي كده إذا كان نحن بنؤمن بالله وإن في يوم هنقف ونتحاسب. مش أنا اللي هتحاسب، اللي هيحاسب ربنا اللي لا بيغفل ولا ينام، واللي كل تفاصيل الإفك والمكر اللي اتعملت على مصر خلال على الأقل 10 سنين اللي فاتوا واللي كانت امتداد، عشان كده قلت أنا هتكلم على قناة السويس وبس، وكانت امتداد لبناء حالة من عدم الثقة للإنسان المصري تبقى جزء من الشخصية المصرية، متشككة غير واثقة في نفسها وفي بلدها. ده بناء فكري وجداني اتعمل لمصر خلال 40-50 سنة، وهم يعتقدون أنهم هيقدروا من خلال ده يبنوا أمة. الأمة لا تبنى إلا على البناء والإصلاح فقط، لا الخراب ولا الإساءة ولا الإهانة ولا الهدم ولا التشكيك ولا الظلم. لما أنا أقول على عمل عمله المسؤول إن العمل ده منقوص أو فاسد أو غير مدروس، أنا بظلمه، بظلم جهده وعمله، بحط على العمل بتاعه تراب، بحط على العمل بتاعه تراب. عشان كده قلت في بداية الكلام أنتوا ده اللي احنا هنقوله لكم حكاية وطن في 3 أيام. في هنا معانا ناس سياسيين كتير يقول لك يا راجل حد يقول عندكم فرصة في الانتخابات؟ اسمعوا الكلام، شوفوا. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. محدش